عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار غادي يكون معنا الناشط السياسي والمحلل السياسي الأستاذ أمين من مدينة أفاس. غادي نحاولوا أننا نناقشوا بإسهاب ماذا يقع بالجزائر. غادي نشوفوا بأن أصبحت الحدود الجزائرية تعاني من اضطرابات مسلحة على الجبهتين الجنوبية والشرقية، إذ بعد المواجهات الدائرة منذ أسابيع بين الجيش المالي وانفصالي منطقة أزواد، غادي نشوف بأن تحركت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نحو غرب ليبيا، والعامل المشترك بين التحركين هو الدعم الروسي. غادي نشوف على روسيا داخل على الخط. في ظل هذه الأحداث اختار قصر المراضية والجيش الجزائري التزام الصمت تجاه هذه التطورات. في الوقت الذي أعلن فيه الخليفة حفتر نشر قواته واتجه إلى سبها وغات وأوباري ومرزق والقطرون وفق ما نقلته وسائل إعلام ليبيا، مبرزة أن الهدف هو السيطرة على معبر الدبداب الحدودي مع الجزائر في مدينة غدماس. سيدي أمين مرحبا بك. أنا من خلال هذه الدخلة ديالي هذه بطبيعة الحال أنا بغيت نطرح عليك السؤال، ماذا يقع السي أمين؟ الجيش المالي جنوبا وقوة حفتر شرقا، هل تسعى روسيا إلى حصار الجزائر في الوقت الذي كان قد خرج سابقا عبد المجيد تبون قال ليبيا خط أحمر؟ تفضل أستاذي الكريم. عندما قلت بأن طرابلس خط أحمر يعني ماذا كنتم تقصدون؟ كنا نقصد أن ما نقبلش باش تكون أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلوها المرتزقة. كنا ندخلوا أنا ذاك تدخل عسكريا؟ ندخلوا بصفة ولا أخرى، ما نبقوش مكتوفين الأيادي. ولما قلنا خط أحمر حقيقة كان خط أحمر. تحية الإخوان والأخوات اللي حاضرين في الكيس وفي التعليق. بداية تحية لعبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الشكلية أو الكيان الجزائري، ولا معتقل السابق الشنقريحة اللي دخلوا الجزائر في واحد الحيط ودخلوها في واحد الاصطدام مع جميع الدول الجوار ومع جميع دول العالم، ولأول مرة سابقة عبر التاريخ الصغير ديال الجزائر من 62 إلى اليوم انهيار العلاقات الروسية بصفة نهائية، وهذا ما يفسر عدم قدرة الجزائر التكلم مباشرة مع حفتر أو التكلم على القضية الليبية بصفة نهائية، لأن ما يحدث أمر جد خطير. كاين الحدود مع المملكة المغربية، مشاكل مع المملكة المغربية، مشاكل مع النيجر، مشاكل مع مالي، مشاكل مع ليبيا. الكيان الوحيد اللي عنده مشاكل مع جميع دول الجوار مع الدولة الإسبانية وأصبح في عزلة عربية وعزلة إقليمية. لكن هنا المسألة الخطيرة والتوجه اللي كيوقع اليوم في الحرب اللي في المسألة الليبية، لماذا عدم قدرة تكلم الجزائر على المسألة الليبية؟ وهل سيكون هناك تحرك جزائري؟ هل سيكون هناك رد من الرئاسة؟ شفنا البيان الشكلي المنحط، البيان الدنيء اللي خرجوا به اللي ما قدرش حتى يتكلم أو يسمي حفتر. لماذا؟ لأن اليوم القضية الليبية لا يحركها المشير حفتر فقط، بل تحركها أيدي كبرى وأيدي كبيرة بزاف، وهم يعلمون القوة ديال الدول التي تدعم حفتر، اللي فيها الإمارات الشقيقة، اللي فيها كذلك روسيا، وهي يعني هو العضو الأول اللي يخاف منه الكيان الجزائري. وهذه النقطة الروسية جد مهمة جد مهمة. لماذا؟ لأن الحرب المستقبلية هي كاينة في دول الساحل وخاصة في مالي، أن سقوط مالي يساوي سقوط دول الساحل وسقوط المشروع المغربي الأمريكي الإفريقي الإماراتي الخليجي والروسي كذلك اللي متوافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. لأن كان عقلوا في الإمارات، أنا دائما كنرجعكم لهذه النقطة، أن حضر فلاديمير بوتين وصرح أنه يتوافق مع النظام العالمي الجديد ومع الطرح الجديد في القارة الإفريقية تحت مصالح مشتركة. وخير دليل هو أن مالي الآن موجودة بها الشركات الروسية، وتم طرد سوناطراك، وقامت مالي بإلغاء الاتفاقية 2015 وطرد الكيان الجزائري من مالي بصفة نهائية.
لانه كان يدعم الميليشيات ولا زال يدعمها اليوم من اجل زعزعه الاستقرار المالي. هذه الحرب اللي واقعه في المالي اليوم الكيان الجزائري اللي كيستعمل كذلك بتعاون لزطمات وكذلك الدوله الفرنسيه وعطاته التامين للاقمار الصناعيه وبعض المعلومات، وقام بمهاجمه الفاغنر يعني في مالي ودعم الميليشيات ودعم الازوات في هذا الباب. اذا هنا الروس واللي هنا انهيار العلاقات الروسيه من اجل فتح جبهه جديده، يعني جبهه جديده للكيان الجزائري. هنا كنشوف واحد الدعم كبير من روسيا الى حفتر. لماذا حفتر؟ حفتر كنعرفوا ان مدعوم من الولايات المتحده الامريكيه، واليوم كذلك الامر هذا هو المنعطف التاريخي، مدعوم بشكل كبير من قبل القوه الروسيه. وكنعرفوا بلي ان تم تسليم مجموعه ديال الاسلحه، انواع الاسلحه جديده من قبل الروس، واحد ترسانه عسكريه هائله، وحتى التقارير اللي خرجت اليوم على الصحف البريطانيه انه تسلم مجموعه ديال الطائرات ديال الدرون. وفاش كنقولوا الطائرات ديال الدرون، هذا تثير الرعب ديال الكيان الجزائري بحكم الابار ديال البترول والغاز اللي كاينه على الحدود الليبيه وهبط حتى الحدود مع مالي، لان الثروات الغنيه اللي كاينه الثروات الباطنيه ديال الجزائر توجد في الجهه في الجهه الغربيه للجزائر بالمحادثة مع ليبيا، ولا تفصلها على ليبيا الابار الغنيه الا فقط 100 كيلومتر، وهي تحت نيران حفتر. وهذه هي النقطه التي ترعب الكبرانات، لان يمكن لهم فقط في ساعة من الزمن يقصفوا لهم المناطق او الابار ديالهم، يرجعوهم سنوات ضوئيه الى الوراء. اذا كانت الجزائر اليوم تعيش في مجاعه كما قال عبد المجيد تبون، الغاز مقابل النعجه، يذكرنا بالغاز مقابل النفط مقابل الغاز كما حدث في العراق، وهذا خرجها عبد المجيد تبون. اذا تم قصف هذه الابار الموحديه مع ليبيا ستعيدهم سنوات ضوئيه الى الوراء. وهنا انهيار العلاقات الروسيه الجزائريه. علاش روسيا داخله بقوه وعلاش الجزائر ما قادراش انها تجاوب على يعني الدوله الليبيه على هذه المساله؟ لان هناك تشكيل خريطه جديده في المنطقه وتوافق المصالح الدوليه، داخله فيها امريكا، داخله فيها روسيا، داخله فيها الامارات، يعني غير القوى العظمى اصحاب حتى اللوبيات اللي كتدعم المشاريع بالمال والسلاح والاتفاقيات ديال الاسلحه. وكنشهدوا تقويه الجيش الموريتاني، تقويه الجيش المالي، تقويه الجيش الليبي ديال المشير حفتر، مجموعه ديال الامور كتشكل هنا الكيان الجزائري الغباء. وهذا خرجوا حتى المعارضه بين قوسين لجوج معارضه جزائريه، خرجوا حتى ما يدعون انهم معارضه جزائريه يضربون في النظام الجزائري، ويقولون سابقا عبر التاريخ تبون سبب انهيار العلاقات الجزائريه الروسيه، تبون سبب انهيار العلاقات الجزائريه الروسيه، وعوض انه ما يحصل العلاقات ديالو مع روسيا اتجه الى ايطاليا والى فرنسا الى الغرب، واصبح يجامل الولايات المتحده الامريكيه خوفا من المروك، خوفا من المغرب. وشنا الزياره ديال السفيره، وشنا لافريكوم يزوروا يعني من داخل الجزائر، وشنا لم يقطع الغاز على فرنسا بين قوسين رغم ان الغاز فرنسي وليس جزائري، او على الاتحاد الاوروبي في الحرب الاوكرانيه الروسيه، وكانت تنتظر روسيا ان تنضم اليها الجزائر، ان تنضم اليها الجزائر على الاقل في عدم دعم الاتحاد الاوروبي بالغاز، بينما قامت الجزائر بتقديم الغاز يعني بالمجان لفائده ايطاليا والاتحاد الاوروبي في الحرب الاوكرانيه الروسيه، وهذا اثار الغضب ديال الروس، لان عارفين ان الخيانه من شيم الجزائر. والحرب الروسيه الفرنسيه الان رسميا انتقلت الى القاره الافريقيه وانتقلت الى الكيان الجزائري بصفه مباشره. وهنا روسيا عازمه كل العزم على ضرب الكيان الجزائري من قبل مالي ومن قبل ليبيا كذلك. هذه نقطه جد اساسيه. وعرجعكم لما حدث في الامم المتحده قبل 3 ايام، كيف قصف الممثل ديال الدوله الروسيه، الممثل الرسمي ديال الدوله الروسيه، كيف قصف الكيان الجزائري في مساله الملاكمه. وهذا يدل على ان توتر العلاقات الروسيه الجزائريه. ابعد من ذلك الامر الخطير اللي كتكلم عليه الصحف البريطانيه، كتقول الصحف البريطانيه اللي كتهتم بالسياسه والمجال العسكري، كتقول ان جميع التقارير الامنيه والعسكريه الجزائريه كلها بيد الروس. وتطرح سؤال الصحف البريطانيه، لماذا هذا الغباء الجزائري يسلم بهذه المسألة؟ لأن التقارير العسكرية كلها بيد روسيا، وبإمكان روسيا برمشة عين أن تسلمها لأي دولة أو تستعملها من أجل دعم حفتر. كنتكلموا على تقارير، كنتكلموا على أنواع ديال السلاح، كنتكلموا لأن الجزائر كلها تكوين روسي 100%. أبعد من ذلك كما قال عز الدين، الخطير في الأمر اللي ما كناش كنعرفوه هو أن النظام الجزائري فاش كان كيمشي لروسيا وكيسني اتفاقيات لا يتسلم الأسلحة، بل كيسني فقط الاتفاقيات على مجموعة ديال الأمور. هذه هي الطامة الكبرى.
وحتى السلاح اللي كاين في الجزائر اليوم هو سلاح الخرده خاصه السلاح الجوي. وهنا مع تقارير مؤكده تقول ان الغطاء الجزائر الان هي بدون غطاء جوي وغير قادره على تحريك المجال الجوي بتاتا، وهذا ما يفسر مؤخرا سقوط مجموعه ديال الطائرات. لا توجد قطع غيار، لا توجد علاقه مع روسيا مؤخرا بتاتا، لا توجد علاقه مع الروس. وهنا دخلك يا المراديه في واحد الازمه، ازمه عسكريه جد خطيره للمؤسسه العسكريه، وهذا ما كيشكل حتى هو عامل من عدم الرد على المساله الليبيه. كذلك مساله توزيع الجيش الجزائري، كنعرفوا المساحه ديال الجزائر، وهم يدعون ان الجزائر قاره بحكم المساحه وهي كل اراضي يعني موروثه على الاستعمار من قبل الدوله الفرنسيه. هذه النقطة جد أساسية، كما قال عزيزي معطى أرقام ديال التكنات العسكرية وأرقام ديال الجيش البري أو المشاة، الأغلبية ديالهم كلهم منشورين في الحدود المغربية، وهنا يجب إعادة نشر وإعادة نشر الخريطة للمؤسسة العسكرية بالجزائر لمواجهة هذه الأزمات اللي دخلوا فيها، حيث ما كانوش عندهم دراسة لها بحكم التهور ديال ما عندهم لا سياسة ولا خارجية ولا هم يحزنون، واصطدموا مع الجميع، مع أمريكا، مع الروس، مع مالي، مع جميع دول الجوار. إذا هنا الجزائر الآن، وهذا اللي كيحاولوا يقنعوا به بصبع وكيحاولوا يقنعوا به الشعب الجزائري، يعني نحن الان فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء وانتهى الكلام. اذا اليوم كيحاولوا انهم يدخلوا للشعب الجزائري واحد 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 القاعده جديده، اننا انهزمنا في مساله او ان مساله الصحراء المغربيه هو الحكم الذاتي هو امر مفروغ منه، وان فرنسا اللي كنا كنعتمدوا عليها فقد اعترفت. يجب ان يسلم الشعب الجزائري بهذه المسلمه ديال ان الصحراء المغربيه في اطار الحكم الذاتي وانتهى الكلام، وإعادة ربط الخريطة من جديد، إعادة رسم علاقات جديدة كما فعل بعض الرؤساء السابقون يعني بالكيان الجزائري مع المملكة المغربية، إعادة بناء نوع من العلاقات أو هدنة أو ما شابه ذلك، وعلاقات جديدة مع المملكة المغربية تمهيدا إلى واحد 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 الاستقرار بين قوسين، رغم أنه لا توجد لا حرب ولا هم يحزنون، بل الحرب هي مصطنعة من قبل الكيان الجزائري بالشعارات والعنترية والعناوين العارضة من أجل تحويل الجيش الجزائري الموجود على الحدود إلى ضفة أخرى أو الضفة الأخرى، لأن الضفة الأخرى اليوم هي تعاني، عندهم عجز، حتى المشاة غير منتشرون في ذاك البقعة الأرضية في ذاك المجال، ما عندهمش تغطية عسكرية، هناك واحد الخصص كبير، لأن هناك كيعتمدوا على المؤامرة من قبل المروك، العدو الكلاسيكي، أسطورة العدو الكلاسيكي خرجت عليهم، بقوا حاضرين المغرب والمروك والمروك والمروك، حتى جبروا أن الأمور تغيرات من الناحية الإقليمية في مالي وتغيرات في ليبيا، وحنا كنعرفوا شكون اللي كيتواجد في مالي، من يتواجد في مالي هو من يتواجد في ليبيا، الروس يتواجدون بمالي، وحرب روسية فرنسية جزائرية، والروس كذلك هم الآن من يتواجدون في حفتر يعني في ليبيا. إذا الآن هناك واحد صراع جديد في المنطقة، هذا الصراع موازين القوى فيه مختلفة، موازين القوى كلها يعني تتصب في صالح روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والحلف التكتل الإماراتي، راكم عارفين شكون، وكذلك المصالح القومية ديالنا في إطار مصالح ديال دول الساحل. وفي الضفة الأخرى كاين الكيان الجزائري مع الدولة الفرنسية. هنا السؤال المطروح اللي ربما عليه علامة استفهام، هل هذه خطة فرنسية من أجل التخلص نهاية من النظام الجزائري والعودة إلى الجزائر، لأن دوغول قال خرجنا من الجزائر لكننا سنعود يوما، وما قالش اليوم الذي ستعود فيه فرنسا إلى الجزائر رسميا من داخل الجزائر، وهذه سؤال جوهري خصنا نناقشه، لأن بحكم الاتفاقيات يعني يمكن للدولة الفرنسية أن تعود رسميا حتى عسكريا إلى داخل الجزائر وإعادة رسم الخريطة من جديد. هل الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء أو بالحكم الذاتي هو كذلك تمهيدا إلى العودة ديال الدولة الفرنسية والتخلص من النظام الجزائري ومرتزقات البوليزاريو؟ النقطة اللي تكلم عليها عزين ديال الجيش البوليزاريو من أجل القيام بعمليات ضد المملكة المغربية فهي بمثابة محاولة تخلص من البوليزاريو، لأن الآن أي تحرك عسكري وحتى البوليزاريو تعلموا ذلك جيدا، أي تحرك عسكري أو مناوشة أو فقط خديفة في المناطق العازلة أو ما شابه ذلك يساوي مباشرة تصنيف البوليزاريو من قبل لافريكوم والولايات المتحدة الأمريكية كجماعة كبابية وحق المتابعة حتى من داخل تندوف.